اليوم الحدث هو زريا فاشن شو لندن، هو تحت رعايتها الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك ترعى الحدث بالكامل، واحنا ان شاء الله متوجهين الى لندن 7th of July 2023 في ويستفيلد لإقامة اكبر فاشن شو على مستوى بريطانيا، 3 أيام متتالية من الفاشن شو. معنا مجموعة من الديزاينرز من كل بلدان العالم، دبي تحتضن العالم كله، فشعارنا العالم من دبي. احكي لنا سبب تسمية زرياب. زرياب هو العلامة العراقي، انتقل من بغداد إلى الأندلس، هو أول من حفظ تفاصيل أو قوانين الأتيكيت في العالم. زرياب هو اللي حفظ إنه لازم مين كورس ستارتر مين كورس ديزرت، ومثلا الملابس لازم صيفي وشتوي، فسميتها زرياب تعقيبا على هذا. سيدة زينب الفرحان لها إنجازات كثيرة في تمكين المرأة، وهذا الحدث حدث مهم جدا، لأن المرأة بشكل خاص لديها طاقات هائلة، ولديها